اه طبعا احنا هنفضل مراقبين بيت الواد اللي معاه اللي اسمه ابراهيم السني، ولو اني متاكد انه مش هيظهر، لان سليم مش هيفرط بسهوله في الراجل الوحيد اللي عارف عنه كل حاجه. هو هيفضل مخليه معاه على طول يا فندم؟ يعني لو سمحت هات لي العده يا فريد. من عينيا. حاضر. قول لي يا فريد، الباب اللي ورا مقفول؟ لا. طب روح انت، استنى ابراهيم هاجي معاك عشان نفك الموتوسيكل. تيجي معايا فين يا بيه؟ والجرح اللي في دراعك احسن يتفتح. ما تشغلش دماغك بدراعي، يلا. انا مقدر يا بيه، مقدر وعارف ان انت شاكك فيا. ما هو برضه اكيد بيدور في دماغك ان واحد زي ده رايح السجن، اكيد مجرم، هتطمن له ليه؟ كويس انت عارف يا ابراهيم ومقدر، بس لازم تعرف ان احنا الاتنين ساعدنا بعض في المصيبه اللي احنا فيها دي، واحنا الاتنين برضه خطر على بعض. لو حد فينا اتمسك هيودي التاني في 60 داهية، وقداميش حل تاني. يعني انا اللي عندي حل تاني يا بيه؟ ما تنساش ان سعادتك كنت رايح السجن انت كمان برضه، يعني ما كنتش رايح مارينا. انا مش عارف لحد دلوقتي هيودوا ضابط السجن ولا يكلبشوه ليه. ده الواحد بيخاف يهوب ناحيه الاسم يا بيه. اه والله لما ببقى رايح اعمل ورقه ولا اي حاجه في الاسم بحط ايدي على قلبي واقول يا رب انجدني. بس بصراحه يا بيه يعني انت غيرهم. اي والله، وبعد موقف الجدعانه والشهامه اللي انت عملته مع البت الغلبانه دي، وكنت هتودي نفسك في داهيه وتضحي بنفسك، خلاك كبرت عندي قوي يا سليم بيه. والجدعانه يا بيه عند ولاد البلد ليها مقام كبير. تعال معايا يا بيه. اتفضل. اطلع ابراهيم. ما تخلص يا بت، ايه لك يا عدي؟ ساعه بتصب القهوه؟ روح انت يا شطره، احنا هنصبها. جرايه يا حاج، مالك في ايه؟ ما تهدى شويه. ما حدش يقول لي ده حماد. انتوا ما حدش حاسس باللي فيا، وما حدش فيكم مورود زي ما انا مورود. حماد بي عنده حق، احنا في السليم. وبعد كده اذا كان على زناتي قرشين هيسكتوه. لا من زناتي مين؟ طب والظابط؟ الظابط ده ما يخوفش نمله، بالعكس ده هو اللي خايف ومرعوب. انت مش عارف الداخليه مقلوبه عليه ازاي. وبعدين يا حماد بيه، الراجل بتاعك طلع بينه وبين الظابط سليم طار، يعني ما بيخدمش لله في لله. مين؟ تقصد تميم؟ اه يا سيدي تميم. محضر التحريات اللي اتعمل على سليم بيقولوا ان هو اتنقل هنا بعد ما وقف عربية صاحبك في كمين، وضرب البادي جارد اللي معاه علقة لما فرط عظامه. يا راجل. يا اخوانا، هيفيدني ايه الهادي ده في موضوعي؟ ازاي هيفيدنا في ايه يا لطفي؟ الراجل ده محسسنا وبيعمل لنا جميلة. ما دام الطار واحد يبقى المصلحة واحدة. مش كده ولا ايه يا سيادة النايب؟ يا ابراهيم، ايه الاخبار؟ كله تمام، 100 100. فكيت لك الموتوسيكل يجي 25 حته وحطيته كله في شنطه العربيه. عن اذنكم هغسل لي ده بالشحم. ما تقلقش بقى، كل حاجه بقت زي الفل. ربنا يستر ان شاء الله. معلش يا فريد تقلت عليكي، بس انت عارفه بقى انا ماليش غيرك. طب ما طبعا مالكش غيري. بقول لك ايه، انا هطلع اغير هدومي، عايزه اروح الشغل اخد اجازه، وبعدين هعدي على مامتك. اجازتي؟ ما ينفعش اجازه طبعا، مش عايزين اي حاجه غريبه اليومين دول تلفت النظر. ايوه يا سليم، بس هسيبك. اسمعيني بقى، ما تتعبنيش بقى. حاضر. ويسلمي لي على امي وعلى سلمى، وطمنيهم عليا. ماشي. على فكره ابراهيم ده جدع طيب وابن حلال، انت مش متخيل عمل معاك ايه، وكان بجد خايف عليك من قلبه. غيبان، ما فيش حد ليه امان في الدنيا دي اليومين دول. انا هروح اغير. بقول لك صحيح، معلش انا كنت احتاج منك خدمه. قول لي. عايز تليفون وخط، بس ما تقوليش باسم حد. انت عارفه ان كل الناس اللي حواليا متراقبين دلوقتي. هتعرفي؟ هعرف يا استاذ، انا مديره اكبر شركه موبايلات في مصر. مش هو ده بقى شغلي اللي ما كانش عاجبك؟ اهو نافعك اهو دلوقتي. والنبي ده وقته؟ اهو وقته. مبروك الافراج يا شبح. شوف بقى هتديني حقي نقدي ولا مزاج؟ على حقي يابا. تصدق يا صحتك جت على الحبس. ما تضحك يا ما تضحك، خدت افراج.
يا سبحان الله. شفت بقى سليم بيه طلع الحال من بعضه. حكايتك شبه حكايتي. شكلك مش مصدقني رغم ان انا صدقت كل اللي حضرتك قلتهولي. هو انت ليه سليم بيركب دماغك يعني ومش قادر تنسى ان انت ضابط شرطه وان انا حته تمرجي غلبان يعني؟ ده انت حتى بيه ذقت الظلم مش قادر تحس ان واحد غلبان زي ممكن يبقى مظلوم. ليه بتقول كده يا ابراهيم؟ يا باشا انا ما بقولش. سعادتك اللي باين عليك يعني ان انت شاكك فيا، شايف ان انا عيل حرامي سرق العهده بتاعته وبيكذب عشان يهرب ببلوته السودا، مش كده يا بيه؟ والله يا بيه ما بكذب عليك، واللي حكيته لك ده هو اللي حصل بالظبط. وبعدين يا سليم بقى انا مش محتاج اكذب يعني عليك، بعد كل اللي حصل لنا ده هكذب عليك ليه؟ ده انت هربان زيي يعني، مش الظابط اللي بيحقق معايا واللي هيثبت عليا التهمه. ولعلمك بقى يا سليم بيه، والله انا قاعد معاك هنا بمزاجي، مش غصب عني، ولا هممني بقى الطبنجه اللي معاك ولا هاببني اي حاجه. انا بس مش عايز اسيبك وانت عيان. بص يا سليم بيه. طيب يا بيه ماشي. انا هطلع يا بيه. ما تنساش بقى تبقى تاخد الدواء بتاعك المضاد الحيوي عشان الجرح يعني ما يلتهبش. اصل اللي انا عملته لك ده مش سهل كده يتعمل يعني في صالون ولا في صاله عادي، ده كان محتاج مستشفى واوضه عمليات تعقيم. تنساش تاخد الدواء بيه. احنا اسمك. انا هطلع اصلي وبريح شويه. يعني انت يا فريده مطمنه عليه انه كويس؟ والله يا طنط كويس وزي الفل وبيسلم عليكوا كمان. حبيبي يا سليم. الله يسلمك ويسلم. يبقى لازم اروح له اقنعه يرجع تاني. لا يا طنط تروحي فين؟ البوليس مراقبك انت وسلمى، ولو اي حد فيكوا حاول يشوفه او يتصل بيه هتبقى فيه خطوره كبيره جدا على سليم. طب ما تتكلمي انت معايا يا فريده، هو بيقتنع حبيبتي بكلامك. لازم يرجع كده بيضيع حقه. حاضر يا حبيبتي ما تقلقيش. يا ساتر يا رب. وطلعوا مين الولاد دول بقى سواليت؟ ملحقناش نمسك حد فيهم يا فندم. اه سعادتك عارف ان هما اتنين مجبرين اللي بيراقبوا بيت سليم، والعيال عملوا عملتهم وجريوا من هنا ورايح. تزود الحراسه على بيت سليم، محدش يهوب من امه او اخته. مفهوم؟ حاضر يا فندم. ومين كان في البيت وقت كل ده ما حصل؟ امه واخته. اه وفي واحده جارتهم من زمان اسمها فريده. فريده؟ هي مش فريده دي اللي كانت نازله من عندهم امبارح والمخبرين جابوا نمره عربيتها؟ اه يا فندم، وكانت موجوده في النيابه وقت ما سليم هرب. مين فريده دي بقى؟ وايه حكايتها بالظبط؟ والله هو ده اللي حصل، محدش جرى له اي حاجه. مفيش بس غير ان الشباك اتكسر، وانا ما مشيتش غير لما العيال دي مشيت من قدام البيت، ودلوقتي كمان بقى في حراسه. حراسه؟ أنا السبب في كل اللي بيحصل ده. يا حبيبي ما تحملش نفسك فوق طاقتك، وبعدين أنت في إيه ولا في إيه يعني؟ بقول لك إيه؟ أنا جبت لك أنت وإبراهيم شوية لبس كده اللي عرفت أتصرف فيه وأحطه في شنطة إيدي. ما تزعلش نفسك بقى يا سليم عشان خاطري. اخلص يا علي. آسفين يا فندم على اللي حصل ده كله، بس على فكرة سليم هو اللي حطينا كلنا في الموقف السخيف ده. ليه يا صلاح بيه؟ سليم هو اللي أجر شوية بلطجية عشان يجي وتهجموا علينا هنا في البيت؟ أنا مقدر موقفك يا أنسة سلمى، بس ما تنسيش إن سليم هو اللي حطيني وحطكم وحط الداخلية كلها في الموقف السيء جدا ده. أنتوا عارفين دلوقتي البلد ما بقتش زي زمان. حصل خير يا صلاح بيه.
بس بكره الناس كلها لما تراجع نفسها وتعرف ان ابني سليم بريء هيختلف الوضع جدا، واولهم حضرتك. بس انا ليه عتاب عندك؟ عندنا؟ ايوه، بدل ما انت حاطط لنا مخبرين عشان يراقبوني انا وبنتي ويراقبوا اللي داخل واللي خارج، كان الاولى بحضرتك انك تعين لنا مخبرين عشان يحمونا من الاوباش دول. انا اسف، ووعدك ان ده مش هيتكرر تاني ابدا. هي مين فريده اللي كانت موجوده وقت الحادثه؟ دي زميله بنتي وصاحبتها من زمان، كانت خطيبه سليم. طب ما انت عارف كل حاجه، لازمتها ايه بقى الاسئله؟ لا بس مندهش بس ان هم كانوا مخطوبين وفسخوا الخطوبه، ومع ذلك هي كانت مصره انها تبقى متواجده معاكوا دايما، لدرجه انها كانت موجوده معاكوا في النيابه. ما هو الود ملوش دعوه بالنصيب، ولا حضرتك عايز تحاكمها بحكم انها بتصون العشره؟ ربنا دايما معروف. على فكره لو سليم اتصل بيكي بلغيني اللي بيعمله ده كله مش هيجيب نتيجه. وانا اسف على الازعاج. سلام عليكم. ماما انا لازم اكلم فريده تنبه سليم، الراجل ده شكله مش سهل ابدا. هو هيتعمل ايه كده؟ انت ما سمعتيش فريده لما قالت ان اخوكي بيقول لها انهم مراقبين التليفونات؟ امال هنعمل ايه ماما؟ نفضل قاعدين كده؟ بقول لك ايه، بكره تروحي لها الشغل اكنك بتزوريها عادي وفهميها كل اللي حصل بالظبط. حاضر. ربنا يستر، ربنا يستر. هعرض لكم فيديوهات اللي صورها بعض اهالي المنطقه، استنونا بعد الفاصل. علي النعمه، ده انت دماغك اساسا زي ابوك يا ابني. انت صعبان عليك تفرح، مصيبه والحمد لله انزاحت، عايز ايه تاني؟ مصيبه وانزاحت؟ ما هو انت هتشغل بالك ليه؟ انت عيل بارد اصلا. لعلمك بقى دي اول مره في حياتي اتفق انا ولطفي ابو المجد في حاجه. الحوار ده مش هيعدي بالسهل يا شادي. طب خد خد ولع دي، هتلاقي الحوار عدى على طول. لا يا شيخ. الله يخرب بيت سنين. ايه ده بقى شويه؟ ابوك ولا ايه؟ لا دي مراتي. الو. ايوه. لا لا جاي دلوقتي. حاضر هكلمك اول ما انزل العربيه. انجي انا بحبك. ايه ابو ورده اترفع وشكلك هتتلسوع؟ ها لا لا يا عم، ده حماية وحماتي في البيت ولازم اروح لاتخذ مخالفه. على الطلاق يا تامر، انت عيل برنس، لا جواز ولا وجع قلب. اه طبعا، وانا عبيط عشان اعمل في نفسي كده؟ الجواز قال لو اني والله يا ابني بحس ان انجي مراتك دي غلبانه وطيبه. في ست طيبه مع جوزها يا صاحبي، خلي بالك على نفسك. سلام. سلام. وانت مالك يا حماد؟ اعرفه من قبل كده ولا لا؟ انت كان ليك مصلحه واتقضت وخلاص، ايه اللي يهمك؟ ربنا يخليك لينا يا باشا، وما يحرمناش من عاطفك ابدا. انا بس قلت يعني طالما المصلحه واحده يبقى نحط ايدينا في ايدين بعض. انسى حماده، انا مش عايز اظهر في الموضوع ده ولا من قريب ولا من بعيد. يا باشا سعادتك مش هتبان في الصوره، كل اللي طالبه منك انك تشور عليا بالنصيحه، انت عارف نصيحتك بتفرق معايا كتير قوي. كفاره يا ريس. كفاره دي تقولها لنفسك قد وانت خارج من اعدام، انما انا مخارج معلم على الحكومه. فاهم يا بغلي؟ فاهم يا ريس. صح كده. ماشي. وخد لقم دي. ماشي. الله يرحمك يا ندى. الله يرحمك يا عسليه. قطعت بيا يا بت والله. قطعت بيا يا. وربنا قطع الدنيا كلنا يا معلم. بقول لك ايه؟ ما عرفتش الحوار اللي عمله سليم الانصاري في النيابه؟ حوار ايه؟ قالوا ده هو عمل حوار كبير وكان عايز يلبس القضيه كلها لطفي بن مجد وابنه. لطفي بن مجد وابنه؟ اه. لا يا اسطى استنى بقى الحجر يشتغل كده، ورسينا على الحوار من اوله. امال ابراهيم فين؟ انا مش شايفاه يعني. مقموص يا ستي، العشاء مرضي قوي. عايز نعمله زي اخويا ومتربي معايا وبتاع، مش عارف اعمل له ايه يعني.
ما هو بصراحه يا سليم الراجل متثبت من ساعه ما عرف ان انت ظابط. حاول يعني بالراحه عليه شويه. براحتي يا ناقصه محن، انا مش ناقصه في اللي مكفيني. مين اللي جاي دلوقتي؟ ده اكيد الدراي كلين. الدراي كليني في الوقت ده؟ هو متعود يجي متاخر، ما تقلقش. طب اقول لك ايه، افتحي له وانا هطلع فوق، مهما كان مين ما تدخلوش يخش جوه. ماشي. مساء الخير.